الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. تحياتي لكم من خلال هذه الجولة الجديدة والمتجددة من حوار خاص، وسعداء جدا من خلال هذا الحوار أن نسلط الضوء بشيء من التفصيل وتارة في رؤوس موضوعات حول أهم القضايا في الراهن الأمني والخدمي بالعاصمة الخرطوم وانعكاس ذلك على واقع الحياة العامة. سعداء جدا لهذه الحلقة أن يكون معنا فيها السيد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ونتبادل معه وجهات النظر والمعلومات حول جملة من القضايا. أهلا بك السيد الوالي من خلال برنامج حوار خاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يتقبل الصيام والقيام، ونحيي المشاهدين الكرام ونتمنى لهم تم الصحة والعافية إن شاء الله. سيد الوالي، سعيدين أن نكون معك من هنا من أمانة حكومة ولاية الخرطوم، من هنا من المركز الإعلامي، ونجري معك هذا الحوار حول جملة من القضايا اللي بتمثل الراهن هذه الأيام، لا سيما كثير من القضايا المتعلقة بالأمن والخدمات في العاصمة الخرطوم. في البداية، أنت كيف شايف واقع العاصمة الآن، وشنو الصورة اللي ما شايفينها الناس؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أكرر شكري للقناة القومية، وعبرها أحيي المشاهدين في كل مكان، وتحية خاصة لمواطني ولاية الخرطوم. طبعا للإجابة على السؤال لا بد من ذكر بعض النقاط تتعلق بوضعية العاصمة القومية. العاصمة القومية معلوم أنه في الفترات الأخيرة شهدت العديد جدا من التغيرات، خاصة فيما يتعلق بعدد السكان وانتشارهم الجغرافي. فعدد السكان ظل في تزايد مستمر، ويمكن الإحصاءات الرسمية الآن غير محددة لعدد السكان كم في ولاية الخرطوم، لكن بالتأكيد لا يقل عدد سكان العاصمة القومية عن 13 مليون نسمة. تغيرت الخريطة الحضرية تماما. الآن في امتدادات كثيرة جدا في كل المدن الثلاث الكبرى والمحليات السبعة، في تمدد للسكن بصورة كبيرة جدا، وأصبح هناك حزام للسكن العشوائي يطوق العاصمة. هناك العديد جدا أيضا من العودة، سواء كان للمغتربين أو أيا كانت الأسباب، من خارج السودان أيضا عدد كبير جدا من الناس عاد للبلاد، وديل أصبحوا أيضا جزء أساسي في الخارطة السكانية. بالتالي الأعداد المزايدة للسكان ألقت الظلال على الخدمات. فنحن نرى أنه الولاية ما عادت هي ولاية الخرطوم قبل على الأقل 10 سنوات الماضية، ما عادت هي بنفس العدد من السكان، ما عادت بنفس العدد بتاع الخدمات المقدمة. وبالتالي نحن بنشوف أنه أشياء كثيرة قد تكون ما مرئية للمواطن، لكن نحس بها نحن ونعرفها، وهي متعلقة بحجم الخدمات. يعني حجم الخدمات اللي كان مقدم قبل 10 سنوات ما هو حجم الخدمات المطلوبة الآن. شكرا سيد الوالي على رسم هذه الصورة اللي حقيقة الناس ما عارفينها، وإحنا في هذا الحوار حنحاول نفصل في كثير من الخدمات ونبدأ يعني واحد واحد لحد ما تنتهي محاورنا. لكن عايز أقول في إنه، هل استشفت من كلامك ده في إنه العاصمة الآن ما زالت تتريف، وكأن الحكومة الولائية والاتحادية غير قادرتان على تقديم الخدمات للناس، خاصة أنه تتكلم عن أنه الآن مطوقة بالسكن العشوائي، ويوميا الناس بيجي بيبنوا؟ يعني هل ما في قانون بيمنع، ما في أي تحركات منكم بتمنع القصة دي، عشان بعدك نجي نتكلم عن الخدمات ذات المفترض تقديمها؟ هو طبعا التنقل حق دستوري، يكفل القانون يكفل الدستور وحق المواطنة. والمواطن في أي موقع طالما هو سوداني ممكن
يتنقل من موقع لآخر في داخل حدود السودان. فالدولة ما بتمنع الهجرة الداخلية ولا عندها قوانين بتحد منها أو كذا، باعتبار أنه ده حق أصيل للمواطن. لكن الدولة هي مش غير عاجزة أن تقدم الخدمات، لكن الحوجة المستمرة للخدمات، الإمكانات الموجودة لدى الدولة، الموازنات المجازة نفسها هي اللي بتحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات خاصة في المناطق الجديدة. لكن الدولة ما بتقف مفتوفة الأيدي، هي يعني أي امتداد سكاني جديد أيضا هي بتستهدفه بالخدمات، لأنه ده حق للمواطن يعني. طيب السيد الوالي، خلينا نبدأ معك بمحورنا الأول المتعلق بالأمن في الخرطوم، العاصمة الخرطوم، وخلينا نقول بالطريقة السودانية العادية غير المصطلحات بأنه التدهور الأمني وأن هنالك قرارات، لا نتكلم بالطريقة العادية، في أنه في ما يسمى بظاهرة تسعة طويلة، اللي هو يعني السرقات المتكررة من الناس الموجودين في يعني دائما يستخدمون المواتر. وإنت أصدرت قرار في أنه بعد كده تاني ما في زول في الخرطوم يعني يردف له زول معه، إذا ردف زول معه القانون بيعاقبه. أول حاجة يعني التداعيات اللي خلتكم تصدروا هذا القرار شنو؟ وبعديها ليه صدر هذا القرار في وجهة نظر كثيرين متأخر؟ طبعا نحن في حكومة ولاية الخرطوم ومنذ تكليفنا حددنا أولويات. أول خدمات اللي بنقدمها أولويات، مقدمة أولويات حكومة ولاية الخرطوم هو الأمن، والأمن مفهوم شامل يتعلق بتأمين الناس وممتلكاتهم وبث الطمأنينة والعمل الوقائي لاستقرار الحالة الأمنية. فكل الأشياء دي هي اللي بتدعم الناحية الأمنية، والأمن هو إحساس بحسه المواطن. فمتى ما المواطن فقد الإحساس بالأمن معناه في مهددات، ولذلك خطة الولاية في حكومة الولاية في التأمين هي يعني بث الطمأنينة، تجفيف منابع الجريمة، تقليل المهددات الأمنية، ودي عملية متكاملة. طيب نحن صحيح في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الظواهر السالبة، وهي قضايا كثيرة جدا، يمكن فيها انتشار مخدرات، انتشار جريمة مستغربة جديدة، ويمكن ظهرت في هذا الزخم ظاهرة الاختطاف والخطف عبر الدراجات البخارية. ويمكن الناس لو رجعنا لورا 3 سنوات كان ظهرت ما يسمى بعصابات النيجروس وتاني عصابات المتفلتة، ودي آنذاك الدولة عملت لها الترتيبات وأصبحت تشتغل في الشغل المنعي بصورة كبيرة. نحن نحيي قواتنا كلها، قوات الشرطة، قوات المخابرات، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، كل العاملين في المنظومة الأمنية كلهم عندهم دور كبير جدا في استتباب الأمن وحفظ وتأمين الناس وممتلكاتهم. فظهرت العصابات دي ووجهت بسياسات قوية جدا، ويمكن حدت منها بصورة كبيرة، لكن الناس عادة يستغلوا مناخ الحريات، وبدت تتنامى ظواهر أخرى اللي هي ظواهر العصابات المتحركة، وهي بتتحرك عادة بالدراجات البخارية أو ما يسمى بتسعة طويلة. فهو مجرد اعتقاد الناس إنه هذه الظاهرة يعني مهدد لهم، أو من خلال يعني الضبطيات اللي بتتم والظواهر والأحداث اللي بتقع فعلا، تأكد بما لا دع مجال للشك إنه هناك عمل منظم، عمل جريمة منظمة تستهدف الناس، وهو للأسف بأعداد كبيرة. يعني المسألة ما عادت يعني زمان الناس عارفة إنه الحرامي ده زول واحد وبيتخفى ويدخل بيت أو يتعدى على بعض الممتلكات، لكن هذه الظاهرة أخذت طابع التنظيم والترتيب،
وواحدة من الطرق الخطف عبر الدرايات البخارية أو حتى اعتراض الناس في الطرق الرئيسية. وظاهرا من استفحلت اتنامت واستفحلت أصبحت في صورة بتاعت لا مبالاة, يعني زول في وسط النهار في وسط طريق, الطريق مزدحم بالناس, تجينا بلاغات إنه في زول ناس راكبين موتر, ثلاثة أشخاص, واحد قائد الموتر, اثنين نزلوا استهدفوا ضحية محددة, اتعاملوا معها, خطفوا, ركبوا الموتر ومشوا دون أي تدخل من المارة, دون أي استعانة عون أو كذا. وعندما أصبح المسألة كده نحن خلال الكلام ده على الناس, لكن في سؤال هنا بقول لك, طيب ليه تدخل من المارة؟ وين الشرطة؟ وين الأجهزة الأمنية في الحتة دي؟ وهل في يعني تم في قوات التدخل السريع؟ لأنك تقبل شكرت القوات في البداية. نعم, هو شرطة ما ممكن تكون موجودة في أي طريق, يعني العاصمة باتساع ده ما ممكن الأشخاص الناس المكلفين بتأمين الناس يكونوا موجودين في أي طريق وفي أي شارع, لأنه حاجة شبه مستحيلة. فهم متواجدين في مراكز الشرطة في مناطق الارتكازات, لكن هذه الأشياء تتم وهم المعتدين بقرى الشارع, يعني هو بقرى الشارع, لو في أي زول نظامي شاف شرطة يقيف لحد ما نعم يخلو له الشارع من أي مهدد ويشوف التحوطات هو نفسه وبيرتكب الجريمة. فلذلك نحن القوات كلها قائمة بواجبها تماما, لكن الظواهر دي هي أيضا بيقوموا بها ناس محترفين, يعني محترفين بمعنى أنه هي جريمة منظمة. وصلتكم معلومات أن هي جريمة منظمة وفي لها أبعاد تانية ولا هي مسألة عادية؟ لأنه برضو كثير من المواطنين لما بيجوا الإعلام بيقولوا يا جماعة إذا لقيتوا المسؤولين أسألهم القصة دي, هل حرامي عادي نتيجة بتاعت أنه محتاج ولا القصة دي لها أبعاد تانية؟ هي يعني الاثنين, يعني في سرقات وتعديات فردية بيقوموا بها أشخاص عاديين, وفي شغل منظم بتاع مجموعات, وده ظهر مؤخرا, يعني ده ما كان موجود ولا سمة من سمات المجتمع السوداني ولا السوابق كانت بتشير إلى أنه في جريمة منظمة وترتكب ويرتب لها وكذا. لكن في الآونة الأخيرة كل المؤشرات تدل على ذلك, باعتبار أنه ناس أكثر من شخص يعني هم بيركبوا دراجة نارية ويتحركوا, وقد يكون بأكثر من دراجة, يعني ما واحدة, ثلاثة أربعة, مع نادي الناس جلسوا في مكان ورتبوا وحددوا موقعهم وجهتهم وحددوا آلياتهم وتحركوا, بالتالي يكون شغل منظم. طيب نرجع للقرار وتداعياته, أصدرتوه وشنو مترتب عليه الآن بالضبط, بيقول شنو؟ طيب نحن الحقيقة الهواجس الأمنية وال يعني التنامي الظاهرة خلانا نحن في لجنة تنسيق شؤون الأمن نعقد عدة اجتماعات لنقوم بوضع التدابير اللازمة في التصدي لهذه الظاهرة, ولقينا إنه وسيلة فعالة جدا أداة الجريمة الأساسية هي الدراجة. فلذلك نحن أصدرنا القرار, إنه القرار عشان ما كمان يمس حياة المواطنين ونفرق بين المواطن العادي اللي عنده دراجة ويمشي بها عمله أو هي وسيلة مواصلات, لأنه أيضا عندنا إشكال في المواصلات. يعني نحن قلنا الدراجة ما تشيل أكثر من شخص, ده موضوع القرار, لأنه العصابات هذه ولا المجموعات هذه يعني بيكون في ثلاثة في الموتر, موترين ماشيين مع بعض ديل فيهم ستة أشخاص أو أكثر, الستة أشخاص لما يمشوا موترين في حتة بيشكلوا مجموعة قوة ضاربة, يعني ممكن يعتدوا بها, ممكن ينفذوا بها أي نوع من الأنواع الجريمة. فلذلك نحن الخطوة الأولى أصدرنا القرار, قرار خاص بتنظيم قيادة الدراجات, وده حقنا, يعني إنه في بعض الولايات منعته تماما لما لقت إنه الموتر مستخدم في الصراعات القبلية في ولايات دارفور أو كردفان ومستخدم في الجريمة, منعته تماما, ما قيدت الاستخدام وإنما منعته تماما, يعني ما في موتر ما يتحرك.
نحن هنا منعنا قيادة الزول القائد الموتري إنه ما يشيل زول معه، وبالتالي نحن لأنه لقينا هي دي الأداة والوسيلة الأساسية المستخدمة في الجريمة، فلذلك نحن أيضا تشددنا في العقوبة لأنه أعلمنا الناس، بسينا القرار في الإعلام ونبسه باستمرار ونوعي المواطنين، حتى استخدام الشرطة لدور في تفتيش المواتر إذا لقوا الزول يعني استجاب للإنذار نزل الشخص المردوف وفات خلاص يعني، لكن الأصل في القرار إنه ما تشيل، لكن لو جاء زول في المرحلة الأولى دي قال والله ما سمعت بالقرار أنزل نزل الزول خلاص ما في حاجة، لكن إذا زول بعد القرار ده خلاص ياخد يدخل دخل حيز التنفيذ من أول أمس، دخل حيز التنفيذ والناس عرفوه وهو بيلاقوا ناس في الطريق تاني ما في عذر يعني، اي زول بعد ذاك شايل زول معاه بيتعامل وفق القانون. طيب العقوبة شنو في الحالة دي؟ العقوبة في حالة المخالفة الأولى العقوبة لا تغيل عن شهرين سجن والقرامة 100,000 جنيه، ده في حالة يقبطوه وبعد ما يستجاب للإنذارات وكذا يحول إلى المحكمة، هو القرار هو يحاكم في محكمة والمحكمة مختصة لأنه القرار عندها مرسوم مشاليها وكده بتتعامل معه. باقي لنا سؤالين في القصة بتاع التسعة طويلة دي وبعدك ننتقل معاك للملف الثاني بتاع المويه. طيب الناس بيفتكروا انه بعد القرار اسي عندي يومين ده، لكن يعني ما زالوا الناس يعني مستخدمين الموتر وبيركبوا اثنين وثلاثة، هل في آلية لضبط وتنفيذ هذا القرار غير الضبطيات والارتكازات؟ هل في رقم تلفون محدد انه المواطنين ممكن يتصلوا عليه او يعني عملتوا اي يعني ترتيبات لتنفيذ هذا القرار عشان يكون على الاقل واقع ويمنع كثير من الجرائم؟ هو ما تعمل رقم باعتبار انه تنفيذ القرارات لا يحتاج لجهة اتصال، وانما هو ينزل للاجهزة المختصة، والاجهزة المختصة معرفة في القرار هي الشرطي، اي شرطي مكلف سواء كان شرطي مرور او اي شرطي، ضابط الشرطة معرف، الرجل الشرطة معرف، الاجهزة اللي بتنفذ القانون، اجهزة تنفيذ القانون ما بالضرورة تعمل لها كول او كده يعني، عشان فهو منزل والان دخل حيز التنفيذ. طيب السيد الوالي سؤال اخير في القصه بتاعت المواتر وتسعة طويله دي، ظهرت برضو فيديوهات كثيره جدا الان موجوده انه مواطنين قبضوا تسعة طويله وواحدين حرقوا موتر، كلامنا موجود في الواتساب طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون ما رسمي لكن هو متداول بصوره واسعه جدا، جزار قبض زول تسعة طويله زول قدام البنك وفي تعليقات، هل الصور دي قاعد تصلك؟ هل يعني في تقارير بتجيك؟ هل هي حقيقة ولا الواقع شنو؟ هو طبعا نحن أي حاجة تنشر في الوسائط بنخضعها للمراجعة باعتبار أنه مصدره وين بتخضع لفحص، وجدنا بعض الفيديوهات من دول أخرى يعني هي ما حادثة في السودان، فلذلك بتخضعها الجهات المعنية وتتتبعها تتتبعها لحد ما تصل لمصدرها وتتحقق من انه الحادثه دي صحيحه. احيانا الشخص اللي بيكون عمل اللايف وبيحدد موقعه ويقول انا الان كذا، وبالتالي عشان نتعامل معاه بصوره طبيعيه ونعتبره مصدر من مصادر المعلومات هي بتخضع للفحص، فكثير جدا من الشيء المتداول في الاسافير صحيح، وفي شيء كمان يعني مدبلج او حاجة حصلت قبل اكثر من 3-4 سنوات احيانا يعاد يعني بسها، لكن نحن اي مقطع يتداول بنديه العناية والفحص السريع جدا. انا دار اعلق على نقطة انه المواطنين في حالة يضبطوا اي زول هو في يعني تعدى على ممتلكاتهم هم ما بيحق لهم انه يعاقبوه، العقوبة هم بس مجرد ضبطوه يتخذوا الإجراءات القانونية تجاهه، لأنه إذا ضربوه قد تحصل له أي أشياء وهو القانون موجود ويحاكم وفق القانون. فنحن أنا بناشد المواطنين إنه هم يأمنوا مواقعهم السكنية ويعملوا دوريات
يشوف أي رواية. لكن بيقول لك مثلا مجموعة من المواتر لاقت ناس في الشارع، هل يتعاملوا معهم بالذات الأداء ولا يقعدوا ويبلغوا الشرطة ويخلوهم يمكن بعدين ما يقدر يثبتوا على، ممكن ينقلوا النازل أنا زول حرامي لاقاني أكثر من 6-7 وشال شنطتي شال موبايلي. هو طبعا في القانون في حاجة اسمها مسرح الجريمة، مسرح الجريمة أو مسرح الحادث ده يعني قد يكون محل محدود، قد يكون ما في شهود، قد يكون مجموعات كبيرة، فده بيخضع لشنو حسب الحادثة ذاتها. لكن المواطنين إذا ضبطوا واحد هو ممكن يقود للآخرين، فلذلك هم نحن ما بنا ما ما نناشد الناس إنه ما يحتكوا إلا إذا حصل اشتباك، بعد ده ممكن يتم إذا حصل اشتباك بينهم يعني بين عصابة قاومت ناس وكده، الناس قدروا يتصدوا بيكون كويس، ما قدروا يمسكوا زول واحد وطوال يمشوا به أجهزة القانون. أنا بأكد على أنه حاجة واحدة إنه الناس ما تفقد الثقة في أجهزتها، يعني أجهزة الدولة قادرة على التعامل، قادرة على تأمين الناس وحياتهم. يعني مطلوب من الشرطة والأجهزة الأمنية دور مهم جدا في أنها تقدم رسالة للمواطن وتطمنه، لأنه مبرر أكون معك واضح وصريح في ظل التعقيدات السياسية والظروف الاستثنائية اللي بتعيش فيها البلاد هذه الأيام. دائما بيقول لك والله نحن الموضوع ده لو حاولنا نودي الشرطة وعشان نبلغ به بيكون فيه جرجرة كثيرة وما بيصل لديكته وبتبقى الظاهرة دي حتزيد، ده فهم كثير من المواطنين. والله هو ده فهم مغلوط باعتبار انه الشرطة هي الجهاز المختص يعني، ونحن نثق في الشرطة انه هي بتتعامل بمهنية، لأنه ما بتتأثر بالأشياء والتداعيات السياسية، هي تتعامل بمهنية. ويعني أي ناس هو ما تفهم في جرجرة، ما هو أنت كمان مطلوب منك تدي الأطراف كلها حقوقها. يعني أنت لما يجي زول يقول أنا شفت الزول ده بيعمل في جريمة وكذا وما عندك ليه شهود وكذا أو دار تتعامل معه بشي كيدي، لكن في الحالات بتاعت الخطف ده في الحاجات العادية الجرائم الباردة نسميها إنجازة التسمية، لكن جريمة بتاعت خطف ضبطت زول جبت الشرطة ما أظن الشرطة تقول لك والله تعال بعدين أو كده، بتتعامل معه طوالي في مهنيتها. نتواصل معك السيد أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم في هذا الحوار الخاص، ويمكن واحدة من القضايا المهمة التي أرقت بال كثير من المواطنين هي قضية المياه، وقضية المياه في العاصمة الخرطوم بالرغم من يعني كثير من المبررات التي يعني صيغتها أنت في بداية هذا الحوار بأن العاصمة قد تريفت وفي يعني حرية التنقل وفي عدد كبير من الناس جو بقى في ضغط الخدمات، لكن برضو أصبحت قصة المويه دي قصة بتاعت رأي عام والناس بيشكوا وفيها كثير من المشاكل، شنو الحقيقة فيها؟ طيب نحن والله بنعتذر لأي مواطن في ولاية الخرطوم يعني بيعاني من العطش، نعتذر بشدة ونقول المسألة مرتبطة لحد كبير بإمكانيات الولاية. المياه طبعا عندها مصدرين، مصدر من المصادر النيلية ومصدر من الآبار، ونحن أعلننا في أكثر من لقاء ومنبر إنه عندنا فجوة في بين المنتج وحجم الاستهلاك، يعني في فجوة كبيرة جدا في إنه نحن ننتج مياه تكفي امتدادات ولاية الخرطوم المختلفة. بالنسبة للآبار أيضا الآبار عندها إشكالية حقيقية اللي هي بتشتغل إما بالكهرباء أو الديزل، تردد التيار الكهربائي والتذبذب الفيو او ضعفه او انقطاعه طوال بيؤدي الى تعطل البير وبالتالي تتوقف عن الخدمه. الان في احياء كثيره جدا فيها عطش نحن ندرك تماما، ولدينا يوميا تقرير عن العطش في ولايه الخرطوم، فعمليه توفير مياه في ولايه الخرطوم فيها اشكالات كبيره، ما دار اقول انه يعني ما قادرين عليها، لكن هي تحتاج الى توفير اموال ضخمه جدا نحن ساعين فيها. ونحن أيضا بالمجلس السيادي الآن وعدونا في
بمعالجات سريعة من بينها في محطات طاقة شمسية هتجي عشان نشغل بها الآبار في حالة الكهرباء تقطع أو الجازولين يكون ما في. تحدي ما الحاجات اللي انت قلتها دي تكون في الواقع بتظل الإشكالية عند كثير من الناس قائمة، وأنا أبقى معك صريح وشفاف في أنه المواطنين عندهم إحساس في أنه الحكومة بتاعت الولاية المحليات وهيئة المياه ما قايمة بدورها، يعني عندهم إحساس. وإنت الآن يمكن بررت هذه المسألة لضعف الإمكانيات والظروف الاستثنائية اللي بتمر بها البلد وكده. فعندك مثال مثلا كثير من الناس في مناطق مبدة في بداية هذا الشهر يمكن كان قطعوا خط في مناطق في جنوب الخرطوم ما فيها موية زي الكلاكلات أمو عشر، في مدينة الصحفيين الآن برضو ظهرت في الإعلام في ناس بيتكلموا عن إنه إمكانية إنه ممكن حتى يقطعوا الشارع، وده الرأي بتاع المواطنين. كانوا محتاجين برضو على الأقل إجابة عشان يعرفوا الحقيقة، بيقولوا إحنا ما لاقين إجابة من الهيئة للمحليات. طيب هي الإجابة على السؤال مرتبطة بما ذكرته يعني في البداية اللي هو الفجوة الموجودة في المياه. المسألة دي زادت تعقيد بالتوسع الرأسي في المباني. يعني يا أخوانا يعني الإنسان اللي كان بيستهلك كذا لتر في اليوم أصبح الآن في موقع محدد، إذا الموقع ده تم توسع رأسي في المباني يعني عمارة قامت دعي بها جديد على الخط، والناس الآن ما في يعني ما في بيت ما فيه موتور، والموتور ده يعني بيشفط لحد ما خلاص يملى. تخيل أنت إذا أي بيت فيه أو أي عمارة فيها موتور حتى الناس بدأوا يتنافسوا في حجم الموتور. طيب ده كله ضغط على الشبكة الأصلا هي قديمة، ضغط على المياه الأصلا محدودة، لكن ده ما عذر إنه نحن ما نقوم بواجبنا، بل بالعكس الهيئة تقوم بواجبها. الآن لو مشيت أي مكتب بتاع هيئة توفير المياه بتلقى في غرفة عمليات ناس بايتين يعني بيبيتوا على أساس إنه لو في بلاغ يتعاملوا معه. نحن حتى قلنا لهم ما تشتغلوا بالكول سنتر فقط، زمان هم في فترة كانوا بيشتغلوا يقول لك امشي بلغ بالكول سنتر، لكن الآن الأيتام الموجودة تتحرك وتعرف. أيضا في عامل تاني مهم جدا، وده نحن لقيناه من خلال طوافنا، إنه في نبات الدمس، نبات الدمس يكاد يغلق الخطوط تماما. إحنا وقفنا لمناطق فيها عطش وبلاغات للعطش، وجدنا إنه الموية في الحي موجودة في جزء ما فيه، الجزء ما فيه ده بالفحص وبالمراجعة اتضح إنه الدمس ده ممكن يكون طول 20 متر داخل وقافل الماسور. طيب بالنسبة لأي حالة حرجة نحن عندنا تيم جاهز بالرسل. هسه الآن أنا كلفت ناس يمشوا الليلة مدينة الوادي الأخضر لأنه هم ناشدونا وبيقولوا إنه العطش في الأسبوع الرابع وكذا، وصحيح في بير معطلة نحن الآن يجري علاجة، لكن إذا ما وصلت الموية نحن بأجهزتنا كلها بنكون موجودين في الحتة اللي ما فيها موية. عموما المسألة بتاعة الإمداد المائي الكافي مرتبطة لحد كبير بزيادة المصادر. هذا واضح، لكن طبعا برضو بدك تجيب لي على سؤال إنه يعني لو في جهة ما في حي قام قطع الموية من حي تاني يقول لك والله نحن لنا شهر الموية ما جاتنا، لكن الموية ماشي الحي التاني وما في الأتيام أنت قلتها دي ما بتدينا معلومات، وده حصل كثير في الخرطوم. طبعا في ممارسات خاطئة كثيرة، واحدة من الممارسات الخاطئة إنه في ناس يوسع خطوطهم، يجيب عامل يكون العامل تابع للهيئة أو ما تابع، ممكن زول ما تابع هو عارف إنه الماسورة داخلة وين، يوسع حجم الخط الداخل له. في ناس عارفين محلات البلوفة اللي هي بلوفة التحكم في الشبكات، في ناس عارفينها أحيانا يقفلوها، لكن ده ما السبب الرئيسي. صحيح هو شح المياه بيخلي الناس يتصرفوا ويعملوا سلوكيات خطأ، لكن الإشكال الواحد بيكرره إنه المياه المنتجة أقل من الشيء المطلوب. نحن الآن في ناس كتار خارج الشبكة، يعني إذا كان دين الناس داخل الشبكة بيشتكوا، في ناس خارج الشبكة، في ناس الآن يحصل على المياه بكارو من أبيار حتى. طبعا محور المويه انتهى، لكن برضو في سؤال واحد بيقول لك نحن ما دافعين قروش
وانت رفعت التعريفه بتاعت المويه لدرجه ثالثه وثانيه، ما دام انا دافع قروش انت مفترض توفر لي الخدمه، ما في مبرر في انك انت لسه المحطات النيليه ما جات. ده احساس عند كثير من الناس، لانه انت قروشك دي بتشيلها مني طوالي على طول مع بدايه الكهرباء. هو طبعا صحيح مفروض الدفع المقدم يستمتع صاحبه بالخدمه، يعني هو دفع الخدمه، دفع الرسم هذا مع رسم المويه مع الكهرباء، مفروض هو يستمتع بالمياه. طيب الرسوم دي حجمها ضئيل، يعني مهما قلنا انه تم زيادة الرسوم، يعني الرسوم كانت 100 جنيه للدرجة الثالثة، 100 جنيه في الشهر، وتم زيادتها ل 400 فقط، وال 400 دي هي قيمة قزازة، يعني قزازة واحدة. لما تقيس الفئة دي بتكلفة الانتاج، تكلفة انتاج المياه، تلقاها حاجة ضئيلة جدا. والمواطن من حقه انه هو يعني يحصل على الكمية الكافية له بالسعر المناسب، لكن اذا قارنت بينه وبين بعض الدول، يعني احنا مدير محطة المنارة الخواجة مستر جون قال لي يا اخي المويه عندكم هنا ارخص من اديس محل تانا جايه. يعني استاذ الوالي احنا في هذا اللقاء القصير حاولنا نتلمس موضوعات الامن والمياه، لكن لا بس في ختام الحوار انه نتكلم شويه عن الاسعار وعن ضبط الاسواق وعن النفايات، ودي قضايا يعني ظلت تؤرق المواطن وظلت تؤرقكم في حكومه الولايه، انتم ظلتم في يعني في جولات دائمه. شنو حقيقة ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتكم لها؟ هل فعلا الولاية بتراقب الأسعار الآن؟ لأنه الناس بيفتكر أنه الدولار زاد الحاجات زادت، الدولار نزل الحاجات ما نزلت قاعدة في محلها. هو طبعا أي حديث عن الأسعار وضبطها لابد أن يرتبط بسياسة الكلية للبلد، سياسة الاقتصاد الكلي، وهي قائمة على سياسة التحرير. سياسة التحرير اللي نحن عايشين في ظلها لفترة طويلة وإفرازاتها كل يوم بتظهر، زائد الارتباط بالاقتصاد العالمي وسياسات البنك الدولي وانعكاسات على سعر الصرف والتضخم والمسائل دي. فبالتالي المواطن بيعيش في افرازات هذه السياسات، والشيء المهم انه الدوله لازم تتدخل من وقت لاخر لامتصاص اثر هذه الاشياء اللي هي فوق طاقه المواطن البسيط. ونحن في ولاية الخرطوم اتجهنا في مجال هذا المجال عبر شركة الخرطوم للأمن الغذائي. نحن قوينا الشركة الآن، أمس الشركة استلمت غاز واستلمت مواقع من شركة النيل، وأصبحت هي تجيب الغاز من المستودعات وتوزعه، وبالتالي عشان تكسر حدة الاحتكار الموجود في هذه السلعة، وعندها سلع أخرى فتحنا منافذ للبيع. دي كلها في سبيل نمتص آثار السياسات اللي أصلاً نحن هي سياسات للدولة، سياسات كلية، عشان نمتص، نحن واجبنا نمتص الآثار دي بمعالجات محدودة نحن نعملها. نحن دارين نختم بحاجتين. الحاجة الأولى الموضوع بتاع السكن الشعبي ده موضوع مؤرق كثير من الناس، وظلوا دائماً ما لاقي له إجابة. وقت ما شافوا الوالي في أكس الإعلام تحرك مشى في زيارة، دائماً ما يجي يسألوا أبواب الإعلام وأبواب الولاية، يعني في إجابة قصيرة، شنو حقيقة السكن الشعبي؟ هل الناس بدأوا وقربوا يستلموا بعد كده؟ لأن الناس بيقولوا القصة دي واقفة من بدري، واحدين يقول لك دفعنا وجات الكورونا وقفتنا. لا، القصة الظروف السياسية بتاعت البلد، المشروع ده إلى أين؟ طبعا صندوق الإسكان هو بقى البديل الأساسي للخطة الإسكانية لأنها متوقفة من فترة. صندوق الإسكان كان فيه تعثر في بعض الأشياء نحن عالجناها. يمكن الآن أي زول عنده استحقاق هو شغل فتح وشغال، يكمل ملفه يمشي عليه باقي رسوم أقساط السديدة، العقودات الآن قاعدة تبرم، التسليم للمواقع في الطبيعة، أي زول جرى قرعة دار يستلم يستلم. عندنا بعض المناطق في الفتح فيها إكمال مباني، نحن المقاولين كانوا متعسرين جداً، يمكن عندهم مديونيات وكذا، لكن الآن اتعالجت كلها. الآن أي زول عنده قطعة حاز عليها في صندوق الإسكان منزل
يمشي المبنى الرئيسي بتاع الصندوق ويكمل إجراءاته. الآن الإجراءات ماشية وممكن الناس يزوروا الموقع يشوفوا. في ناس في البرمجة يعني حسب التصنيف في زول كمل إجراءاته بس منتظر قرعة، في زول ما زال بيسدد، وكل واحد عنده موقع وكده. طيب في ناس كان دفعوا قروش وما تعملت لهم أوراق، اللي هم ديال عددهم 5000 وكانوا عبر الولاية هنا. الآن ديل تم تجهيز القطع، كانت قطع ما في ذاتها تم تجهيزها، والآن في اللمسات بتاعت التعاقد عليها إنه يبنوا فيها أكبر عدد من الوحدات السكنية. طبعا في المسألة دي في جانب مهم جدا اللي هو أنواع السكن الآن والموجودة وتم تنفيذه، ده هيكفي الناس الأصلا عملوا إجراءات. النقطة المهمة إنه في آخرين دايرين سكن، يعني الناس ما شرعوا في أي إجراءات، ديل يا هم لما يمشوا الصندوق بيقول لهم ما عندنا حاجة، ما عندنا حاجة دي نحن وقفنا أي تعامل جديد حتى إنه نوفي بالتزامات الصندوق. أي زول عنده ورق، أي زول شرع في الإجراءات ياخد حقه، بعد ذاك نشوف. بل الناس كثيرين بيفتكروا إنه يعني بيتقال الكلام من المسؤولين، لكن على الواقع يعني صغار الموظفين ما بنفذوا هذا الكلام، وزول مش الصندوق ما بلقى معلومة إنه حتى على الأقل يبدأ من وين يعني. والله إلا الصندوق أمور فيه واضحة، يعني إذا كان زمان ما بيدوا المواطنين، نحن هسي برضو وجهناهم إنه يتعاملوا مع المواطن باعتبار إنه زول بيبحث عن حق، يعني بيبحث عن كده، فإن شاء الله يعني يمشي يلقى الإجابة، يعني يلقاه لازم يلقاه، إذا ما لقاه في يجون يشتكوا هنا، نحن على استعداد إنه نسمع شكوى أي زول. لو ما سمع يكتبه يجيبه لنا إذا لقى معاملة أو لقى حاجة لا تليق بالمواطن السوداني. سيد الوالي انتهى هذا اللقاء، لكن تبقى كثير من القضايا عالقة.